هذه التعيينات لم تدخل يعني الى ديوان الخدمه، يعني مش معقول انا يعني يجي يكون هناك بعض الاخوان بنتظر 20 سنه في ديوان الخدمه و بالمقابل هناك اشخاص ما بيعرفوش وين ديوان الخدمه، حتى ما بيعرفوا شو معنى ديوان الخدمه، حتى ما بيعرف وين ديوان الخدمه، وشو ديوان الخدمه اصلا. فاللي قبل الحديث عن مع سعادة النائب هناك قبل لحظات انه هناك اذا كانت في مطلب الجماهيري في ضغوطات جماهيريه يجب ان تسمع. والدليل ليش انا قطعت حديثي عن الضمان الاجتماعي لما كان الرواتب عاليه، اصدرت القرار سياسي انه لا اكثر من 5000 دينار.